ارفع هورس ايمن، ارفع هورس. انا منتصر عطار، بعرض عليكم فرصة استثمار 5 مليون جنيه مقابل 10% من اي جويك. ناس كتير بتعاني من مشاكل النقل حاليا، اللي اهمها ضياع وقت ومجهود بسبب زحمة الطرق، البحث المرهق لركن العربية. من هنا اتولد حلم اي جويك. ليه لا نكون اول شركة مصرية في تصميم وتصنيع وسائل نقل تكنولوجية حديثة صديقة للبيئة. اول منتج لينا الدراجة الكهربائية اي جويك M150، اللي بتوفر لي نمط حياة رياضي وصحي، اللي بيميزنا ان احنا بنصمم دراجاتنا بشكل يتناسب مع احتياجات السوق المصري، وبنطبق الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا إدارة البطاريات بتاعتنا، وده بيديني ميزة تنافسية كبيرة جدا. حلم التنقل الأخضر المستدام الناس مستنياه، وعشان كده قدرنا في أول سنة نحقق مبيعات ب 2 مليون جنيه عن طريق ثقة أكتر من 50 عميل بدون أي استثمار في التسويق. أنا بدعو حضراتكم النهاردة إن أنتوا تساعدونا في بناء الحلم ده وتشاركونا إن احنا نبني براند مصري قوي. قولي بقى ايه الفرق بين الاثنين دولت؟ احنا اول موديل نزلنا بيه الام 150 موديل شبابي اكتر وديزاين ماونتن بايك اكتر. انا بقدر اول حاجه اسوقها كعجله عاديه خالص لو انا عايز اعمل رياضه. طب لو انا تعبت في النص بقدر اعتمد على الموتور بيساعدني بليفلز انا اللي بحددها له. البايك دي سرعتها ماكسيمم 45 كيلو في الساعه، والباتري بتاعتها بتقعد لحد 60 كيلو بير سنجل تشارج. الموديل الثاني C125 زي ما احنا شايفين ديزاين مختلف شويه، فور سيتي كروز اكتر، بيبقى السبيد بتاعتها ماكسيمم 25 كيلومتر بير اور والرينج 30 كيلومتر بير سنجل تشارج. اوكي، بكام بالبايك الام 150 دلوقتي؟ سعرها 42000، دي اغلى حاجه. البايك الثانيه 36000. الموتوسيكل بكام؟ افريج من 40 ل 50000 جنيه. ده ارخص حاجه، ده فور ذا سي كلاس، يعني بنتكلم في نفس ثمن العجله. نفس ثمن العجله دي. لما هتارجت السي كلاس انا مش هنزله بالبايك دي بالفيتشرز دي بالبريميوم كواليتي دي، بس اللي انا بشتغل عليه النهارده ان انا بخاطب الاي كلاس والبي كلاس. سعر العجله كويس قوي، سعر منافس جدا. مش متاكد لو منافس. انا بختلف معاك برضو، لانه هي حلوه قوي انما هي نيش ولوكسري، لانه احنا لو بنتكلم فهنوفر وقت، هي ما بتتنافس مع العربيات، هي بتتنافس مع الموتوسيكل. بصي انت لو بتخاطب نيش في الدول الزحمه هي بتنافس على العربيه. يعني الدول مثلا اللي فيها الداون تاون بتاعها بيبقى زحمه زي النهارده باريس ولندن. مش قصدي دي طايره، مش قصدي، بس الموتوسيكل بيقوم بنفس دور ده. فالنهارده لو رحت للعميل المصري تقول له عجله ب 40000 جنيه، الكتريك بايك ب 40000 جنيه، ولا موتوسيكل طبعا على حسب مين زبونك. لو انت بتتكلم ان انا العميل بتاعي كومباوندز وبتاع، انما لو احنا بنتكلم على مصر الموتوسيكل عائق ليك رهيب. البرايس بوينت انا نص اقل بايك بتتباع في يوروب دلوقتي. لا مش قوي، لا 750 دولار. ده لا، في 750 دولار كتير. نوت ذس بريميوم ماتيريال، نوت الومنيوم. ما تقارنش بيوروب، يوروب سوق هنا سوق. ده حقيقي، بس انا بتكلم ان انا مفيش مقارنه من الاثنين. اذا اول ستيب واول مرحله في تصنيع في مصر مفيش حد بيصنع ده وانزل بالبرايس بوينت ده بالكواليتي دي، دي ذا فيرست ستيج. انا بالنسبه لي نقطه الحمد لله قدرنا نعملها بصعوبه. يعني انا النهارده في حد ممكن يقول لي انا عايز اشتري موتوسيكل، يعني ايه اللي يخليني اشتري عجله بسعر غالي؟ ده سيجمنت كبير. لو انت تيجي تقول لي انا عملت دراستي وعامل البيزنس بلان بتاعتي على ان مصر فيها عدد كذا كومباوند وهنبيع في كذا التارجت سيجمنت، كل انا شايفاه. انا ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك، وحضرتك خدتيه من لساني. احنا مصر فيها 10 مليون شخص ساكنين في اربن سيتيز وفي ارياز كيبيبل ان هم يستخدموا برودكت زي ده. 10 مليون شخص، which is ده حجم ماركت حوالي 10 مليار دولار ده في مصر بس. النهارده البيزنس ده الجروينج بتاعه مش هيحصل غير بحاجتين في وجهه نظري. لازم اعرف برضه حجم السوق عامل ازاي. طبعا. ان تشتغل بي تو بي، ان انت تقنع احد الناس بتوع الدليفري ان انت عاوزين يتحولوا جرين، تعمل اتفاق مع بنك يعمل لهم تمويل، او ان انت برضه تشتغل على الكونسيومرز برضه بتمويل. لكن انا مش شايف الحقيقه الكونسيومرز في مصر هيعلوا بهذا الحجم. بمناسبه البي تو بي، الحمد لله ماضيين مع 5 انتيتيز كبار في الماركت،
وفي ديل مضيناه اوريدي ب 1000 بايك. باي ذا واي بايك ده يعني اوردر بكام؟ احنا بنتكلم في افريج 80 مليون جنيه. ازاي 80 مليون جنيه؟ 1000 بايك يعني ماكسيمم 40 مليون جنيه. لا احنا بنتكلم مش في البايك دي، احنا احنا عندنا كابابيليتي كاستمايزيشن. تري بايك ب 80000 جنيه؟ لا ما هي مش بايك، احنا بنتكلم في فيرجن رايح للموتوسيكل، ودي كابابيليتيز. ايوه يعني